لا انت منا لا لا انت منا هذه كانت قيمة إننا في المرحلة الحاسمة التي تمثل منعرجاً هاماً في إنجاح هذه الدورة التي تستوجب إشراك كل الأطراف الفعالة، وهذا تجاوباً مع الأهداف السامية التي تقوم عليها هذه الألعاب العربية التي ستعرف بكل تأكيد انطلاقة جديدة وفرصة للرياضيين العرب للتعبير عن قدراتهم على كل المستويات. نظن بأننا قادرين على أن نستجيب إلى المتطلبات التنظيمية الأساسية بصفة عامة، وكذلك نكون جاهزين لاستقبال، كما تعلمون أن كرة القدم راح تبدأ في يوم 2 من شهر يوليو، وحتى ألعاب القوى في 4 من شهر، وكل الظروف مهيئة. كذلك كان أرادوا أعضاء التعرف على مدى تحضير السيريموني دوفيرتور، قلنا لهم وطمناهم بأن الشركة الوطنية الأنسية هي على قدم وساق لتقديم عرض في مستوى العالي إن شاء الله.